سيد الكريم، هل يصل الأمر إلى حد المطالبة برأس الوزير؟ اليوم أقول لك ولأول مرة أصرحها، بقاء هذا الوزير أصبح يشكل خطر على الجامعة الجزائرية. بقاء هذا الوزير سيؤدي إلى أزمة كبيرة داخل الجامعة الجزائرية. بقاء هذا الوزير سيؤدي إلى إشعال الجامعة الجزائرية. اليوم الغضب ليس فقط عند الأساتذة، حتى نقابات العمال اتصلوا بي وقال نحن متضامنون معك، حتى تنظيمات الطلبة راهو في حالة هيجان. يعني كل القطاعات داخل التعليم العالي راهي قام باستفزازها. بقاء هذا الوزير على رأس قطاع التعليم العالي سوف يؤدي الى ما لا يحمد عقباه. سيد ميلاد، اليوم المطلب تاعنا اليوم بكل صراحه هو راس هذا الوزير. لا وصلت الفكره هذا الوزير الا بقاءه اصبح شكل خطر على قطاع التعليم العالي. وصلت الفكره سيد الكريم، فقط ابقى معنا ما دام الوزير باقي معنا، ابقى معنا سنتابع هذا الموضوع من كل الزوايا مع الضيف او حتى مع التصريح. اذا مشاهدينا الكرام نتابع